لا بحبوب ولا بشاي ولا بقهوة ولا بأعشاب ذيلة كلها حق مالين التخسيس ولا شي صاجك، أغلب شي تسويق وماركتينج، فما أنصح فيها. معكم أخصائية التغذية نياز نضال من مركز صحتي، فنعالج الأمراض المزمنة مثل القلب، السكر، الضغط، القولون العصبي وغيره من الأمراض. أكيد عادة اللي ما قبل السكر، قبل لا يصيدهم السكر أو إذا هم كانوا في بدايات السكر، إذا اتبعوا نظام غذائي ورياضة راح يلتزمون 100%، فيقدرون أن يقللون الأعراض أو أن يقطعون الأدوية عنهم. طبعا إذا هم كلوا كميات قليلة راح ينزل وزنهم، بس مو كل شيء الكمية، احنا دايما يهمنا الكمية والجودة الأكل أو الكواليتي مال الأكل نفسه، فعشان كذي ما يصير أن أنا أكل كل شيء بكميات قليلة راح ينزل وزني، بس هل أنا خذيت الفيتامينات والمعادن اللي جسمي يحتاجها؟ فعشان كذي يعني نوعية الأكل أهم من الكمية. في مريض ياني مرة كان مسوي رياضة وياي، فاحنا عادة نقول ان اذا انتم مسوين رياضة ما يصير دايركت تيون حق تقيسون الوزن، لان الوزن ما راح يكون دقيق. انزين فهو مو ماكل، يعني مو ماكل ومسوي رياضة، فصاده هبوط في العيادة. فاذا شفتوا اي احد صاده هبوط لا سمح الله، عطوه يا شكر يا عصير. عادة أول شيء ننصحهم يأخذون 3 حبات تمر وكوب لبن أو ماء وينطرون ربع ساعة، فحاولوا دائما تدرجون في الأكل، أول شيء تمر، بعدين شوربة أو سلطة، بعدين ابتدوا بالمين كورس.